خويا هاد الدور اليوم الكماله ديال الدوره اللي فاتت ديال 7 فبراير اليوم 14 فبراير الكماله ديال يعني كان كلشي عادي يعني كلشي صوت بالاغلبيه يعني كان تصويت بالناس الحاضرين كاع صوتوا لان لحد الان حنا كنا كمعارضه حنا دابا في الوسط ما حنا معارضه ما حنا مع الرئيس خلينا انه كيبان لنا الرئيس لحد الان هذا الشيء اللي كيقول انه خدام هذا الشيء اللي كنسمعوا دابا وكيقول المشاريع اللي غادي نجيب وهذه 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 وفي الظرف باقي الله يعني يلاه كاينه 3 شهور والوعود اللي كاينه لا الا كانت راه مزيانه حنا معاه في المصلحه ديال المدينه حنا ما يمكنش لينا الا ما كناش راه لا ما كانش راه غادي نمشيو للمعارضه حنا دابا راه حنا معاه ولكن الا ما كانش هاد المصالح اللي كيقول هو دابا هاد الوعود اللي كاينه دابا ديال كيقول لك غادي يجيب الكليات في السوق القديم وكيقول لك غايجيب واحد المدرسه الجهويه ديال كره القدم كيقول لك غيكونوا جوج قاعات كيقول لك بزاف ديال الحوايج وشاط في الميزانيه شاط تقريبا كاين واحد الفائده ديال 360 مليون اللي قسمناه منها 160 مليون ديال الطريق وديال الطريق وديال هذاك و100 مليون ديال الضوء وهاك الشيء والوعد اللي كيعطي دابا الرئيس راه في المصلحه ديال المدينه دابا ما كايناش شي فلوس كاينه 360 مليون ولكن 360 مليون راه قسمناها على 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 اش يقول لي على الحويجه زاد منها 50 مليون زاد الفلوس اللي كاينه ديال المبادره ديال جوج ملاعب ديال القرب في العراق زاد عليهم 50 مليون باش يكمل منها هذوك الملاعب يصوب منها الملعب ديال كره اليد وكاينه اش يقول لي كاينه 150 مليون اللي غيزيد منها يصوب منها يعني الشوارع اللي ما استفدتش في المجلس اللي فات منها الحفره اللي هضرت معاه عليها وعطاني وعد بانه غيصوبها من مدرسه النخله حتى المحطه والشارع الزموري مازال ما هضرش الشارع الزموري ما هضرش مازال ما كاين حتى شي حاجه لان باقا ما بانت حتى شي حاجه في البلاد باقي ما بان حتى شي حاجه في المدينه ما غيهضر الشارع الزموري تتبان شي حاجه جديده في المدينه باقي غير متفرش لان كاين مشكل ديال الجرده النهار اللي غادي تصيب الجرده غتصيب الساحه لان مابقاش الجرده ولات ساحه النهار اللي غتصيب الساحه وحيد داك الزنكوك شي غتولي حاجه اخرى والمدينه خاصه متنفس كتبان لي لان مساحه خضراء هذاك المكان اصلا كان غير في المره الاولى شي كيفاش كان غير التراب تما وكان غير راه دار فيه مساحه خضراء كتبان لي مزيان انه يدير مساحه خضراء تما لان تما القدام ما كاين ما يدار اللهم انا كتبان لي غير هذيك القهوه اللي ما خداماش تما باش غيجي واحد يدير قهوه تما كتبان لي ما خداماش راه المدينه خاصها كلها فضاءات راه كانت عندنا واحد الشراكه اللي درناها مع السكك الحديديه واللي غتستافد منها مدينه ازمور بالاخص الاحياء اللي القراب من المحطه ديال السكك الحديديه راه فيها 2 هكتارات اللي غتكون فيها ملاعب ديال القرب على الاقل غيكونوا فيها واحد 5 الملاعب ديال القرب وغيكونوا فيها غيكون فيها مركز ترفيهي غتقدر تكون فيها واحد المقهى ولا هذاك غتكون زوينه تما بالنسبه للحي ديال الحفره وبالنسبه للحي النور ومجاورها غتكون مزيانه كانوا 3 شراكات كانت شراكه ديال الاشبال وكانت شراكه ديال واحد الجمعيه ديال الطفوله وهذاك هذيك ما دوزناهمش لان ما فيهمش المنفعه على هذاك ودوزنا الشراكه ديال السكه الحديديه اللي وافقنا عليها بالاجماع والناس كاع المعارضه اللي كانت الناس كيمثلوا المعارضة ولا كل شيء راه كل شيء صوت بالإجماع بالنسبة أنا كنت حاضر وكنت بعيد ما سمعتش ما نكذبش ما سمعتش كنت بعيد وما سمعتش الهضرة غير قالوا لي وتفرجت في واحد الفيديو وكل شيء ولكن أنا باش نقول لك أنني قريب وسمعت راه ما سمعتش السيدة راه عندها تجربة حتى هي والمهدي تا هو راه كيحضر في الدكتورة ديالو راه تا هو عنده ما يقول وهي حتى هي عندها تجربة والتجربة كتبان لي كتغلب على على المهدي ما سمعتهاش كنت سمعتها غادي نقول لك اني سمعتها انا كنت بعيد شويه وكشي وما سمعتهاش حتى في الفيديو وكشي ولكن ما شوف هاد الحوايج ديال شوف راه لما كانش المزايد وكشي ما غاديش نمشيو في الصالح العام ضروري من المزايدات والمناقشه وكشي باش نوصلوا النتيجه ما سمعتش الهضره اللي قالت والله ما سمعتها بالله كنت بعيد انا وكنا سمعنا غيكون تدخل حنا ما سمعناهاش وكشي ولكن المهدي كيبقى يتزايد معاه في الهضره وكشي ما ولكن راه في الاخر كنوصل لواحد الحاجه اللي كتكون ايجابيه للصالح ديال المدينه اشترك الان في قناه اشواق تي في
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.